حالات من الحب المتبادل. حالة حب راقية جدا، فيها سمو، فيها رقي. حالة الحب اللي هي واضحة، حب الحبيب صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام، حب الحبيب صلى الله عليه وسلم والأنصار، حب الحبيب صلى الله عليه وسلم والمهاجرين، حب الحبيب صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. حب متبادل بين سيدنا أبو بكر الصديق الذي قدم للنبي ليشرب فشرب النبي حتى ارتوى أبو بكر رضي الله عنه. حب متبادل بين الحبيب صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر بن الخطاب. حب سامي وراقي ومتبادل بين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ذو النورين. حب متبادل بين الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم والإمام علي رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. حالات من الحب، الحب المتبادل. حالة حب. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حالة حب النهاردة عن مش محب، عن محبوب كبير لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا الإمام علي بن أبي طالب، هذا الذي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 22 سنة. يعني دي المفروض تكون رسالة لكل شباب الأمة، 22 سنة بينام يفدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. يعني النائم في هذا المحل في هذه الليلة يعلم تماما أنه ميت على التحقيق، ما فيش كلام، يعني معناه نايم وعارف أنه مش هيقوم من هذا المرقد إلا وقد مات. يقول لك ساعة ما نام سيدنا الإمام علي في هذا المكان وتغطى ببردة النبي الخضراء الشريفة، نادى الله في السماء أن يا جبريل ويا ميكائيل أيكما يفدي أخيه؟ فتعجب فقال انظروا إلى الأرض، هذا علي بن أبي طالب الليلة نام في فراش ابن عمه يفديه. ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار قول الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. نزلت في سيدنا الإمام علي، ولم تكن هذه إلا حالة حب. عايزين هذه الحالة نصدرها إلى شباب هذه الأمة، كيف يتفنن الواحد مننا وأن ينشر هذا الدين وأن يعمل لخدمة دين الله وإعلاء كلمة الله وأن يخدم البلاد والعباد بكل ما أوتي من قوة الشباب. المهم أن احنا نفرح سيدنا النبي ونخدم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا النبي، شوف سيدنا الإمام علي نزل في إيه؟ ومن الناس، يعني مش كل الناس، من يشري نفسه، مع أنه هيموت. الله وصف هذا الموت بأنه اشترى نفسه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الحالة الحب التانية، سيدنا الإمام علي بن أبي طالب يوم الحديبية، سهيل كتب، سيدنا النبي قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولو كنا نصدق بأن محمد رسول الله فما المشكلة، امحوها. فسيدنا النبي قال امحوها يا علي، فقال علي بن أبي طالب لا يا رسول الله، نفسي لا تطوعني أن أنا أمسح كلمة محمد رسول الله. شوف الحب بتاع سيدنا الإمام علي. ولذلك العلماء اكتشفوا موطنا في الفقه هنا، أن الأدب يقدم على الاتباع. سيدنا علي كان ممكن يمسح الكلمة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أبى أن يمح أن إيده تطوعه فإنه يمسح كلمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي قال أشر لي عليها، ومسحها بريقه الشريف، لأنه كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نظرته أعمق، نظرته أبعد، كان يرى المصلحة العامة مقدمة على المواجيد والعواطف. لكن سيدنا الإمام علي ضرب أروع المثال في الحب، إذ إن نفسه لم تطاوعه أن يمحى اسم محمد رسول الله من على وثيقة ولو كانت فيها مصلحة العامة. كان حب النبي صلى الله عليه وسلم عنده مقدم على كل حب. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله أخيت بين فلان وفلان، أخيت بين فلان وفلان، من أخي يا رسول الله؟ سيدنا النبي بقى هيبدلوا الحب، هيرفعه لرتبة المحبوب، فيقول له إيه؟ أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون بموسى؟
يعني سيدنا موسى قال على سيدنا هارون: واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خلع هذه الخلعة، خلعة الأخوة. أنت عارف يعني إيه يكون ده أخو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المنزلة العجيبة يخلعها سيدنا النبي على سيدنا الإمام علي؟ ما يكون هذا إلا أن النبي كان يبادله ذلك الذوق ويبادله ذلك الحب. حالة الحب الثالثة في حياة سيدنا الإمام علي، وطبعا سيدنا الإمام علي نقدر نقول أنه ملحمة حب. يكفيك أنه لما جه يوم خيبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل تشويق للصحابة، بيتهم طول الليل كل واحد فيهم. سيدنا عمر يقول: ما تمنيت الإمارة إلا هذه الليلة، كان نفسي أبقى الأمير ده. ليه؟ مش حبا في الإمارة، لا، لأن الإمارة الليلة مدعومة بتاج من تيجان المحبة المحمدية. قال: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله، مش بس كده، والتاج كمان كامل ويحبه الله ورسوله. فبات الجميع طول الليل الكل ما متشوق انه ينادى عليه بين الصفوف ان هو يكون هو الرجل اللي بيحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الى ان اصبح الصباح فوقف الجميع امام النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون تصريح النبي لمن هيكون الحب، من اللي ياخذ هذا اللقب ومن اللي ياخذ هذه الرتبه العليه. الا ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر اليهم جميعا وقال: اين علي بن ابي طالب؟ فالجميع سكت. سيدنا علي بن ابي طالب ما كانش في الصف. تعرفوا يا جماعة سيدنا علي بن أبي طالب في الليلة دي كان مريض، كان عنده رمط في عينه، المفروض أنه عنده عذر طبي يمنعه من دخول المعركة أصلا كجندي عادي، فضلا عن كونه يكون حامل الراية وقائد الجيش. فجاء سيدنا علي بن أبي طالب فقالوا: يشكو رمدا يا رسول الله. فتفل النبي صلى الله عليه وسلم بريقه في عين سيدنا الإمام علي، فعاد يرى بها أحسن من أختها، وأعطاه الراية وقال له: يا علي، شوف العظمة بقى، يا علي امشي ولا تلتفت، امشي ولا تلتفت. حتى سيدنا الإمام علي بعد ما مشي شوية بالراية سيدنا النبي نادى عليه عايز يكمل له الوصية، فوقف سيدنا الإمام علي وقفة ولم يلتفت إلى النبي، كلم النبي وهو مقبل إلى الأمام زي ما سيدنا النبي قال له: امشي امضي ولا تلتفت. فنادى عليه سيدنا النبي فقال: يا علي، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. هذه الرسالة بيعلمها سيدنا النبي للأمم، إن الإسلام لم يكن دين إرهاب، وأن الإسلام والجهاد في الإسلام لم يكن من أجل القتال واستيلاء على أموال الناس وإسقاط لدول الناس، إن ولا للذبح ولا للقتل ولا لهذه الغوغائية، إنما كان الإسلام كل قصد الإسلام والجهاد وكل ملحمة الجهاد في الإسلام كانت من أجل هداية الناس. يعني يا علي روح عشان تفتح البلاد دي، وأنا مانيش عايزك تحارب حد، أحسن لي أنا إنك لو 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 جبت لي واحد في إيدك يقول لا إله إلا الله ويشهد بأني رسول الله أفضل لي من الدنيا وما فيها. هذه حالة حب النبي. مش بس في هذه الغدوة ما كانش بيصرح بحب الإمام علي، كان بيصرح بحب الإنسانية كلها، يقول له: يا علي انت القائد وربنا هيفتح على ايدك، وخلي بالك انا ما يهمنيش جمع غنائم، ما يهمنيش هتمضوا فيهم وتقتلوا كم واحد، انا يهمني وانت راجع هتجيب كم واحد يدخل الاسلام، هتعرف كم واحد بربنا، هتعلم كم واحد التوحيد، هتاخد بيد كم واحد لمعرفة الله، هتعمروا الارض. يا علي، ليس قصدنا من الجهاد القتل، انما قصدنا من الجهاد الحياة. حالة حب. Thank you.